قولي 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 شو هي هيك شو هي هيك شب شو هذا شو هذا يا حلوين حبايبنا. الان اليوم احنا يا اساطير بالسيفر اوب يا حبايبنا رح يكون في كتير احداث. يعني الصراحة يعني ما اعرف شو بداخلكم يا اساطير. ده دخلت حبيت اطلع السيفر اوب وشوف شو فيه وشوف ما فيه شباب. اوكي تعرفوا شباب مرات بنعمل هيك بنسافر للسيفرات تايلاندي بنسافر رح لاي سلسلة السفر للسيفرات لعبة فري فاير. اوكي يا اساطير ما رح نطول عليكم كتير من هيك حبايبنا. قبل ما بلش هذا المقطع يا اساطير ونفرجيكم الشخصيات والشغلات والاشياء والحبيبة والله والاشياء رح تنزل شباب عن قريب. الوضع لوز، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات، واذا مش مشترك انزل تحت معلم واشترك، لانه اذا ما اشتركت راحت عليك كل شيء كثير من شغلات معلم اذا ما راح تشترك. اوكي ركزوا معي شباب. اولا يا اساطير عندنا هون عجله، تمام؟ عندنا هون عجله حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا اساطير، عندنا هون عجله شباب في سلاح الفيكتور شكل غريب عن جد، يعني شيء باللوز شباب عن جد شيء اسطوري، يعني ما توقعت انه يكون في هيك من الفيكتور يا اساطير. عندنا في هون شباب واحد من الدمج والرانج المدى شباب بس، ولكن الريلود سبيد قليل. اوكي يا اساطير عندنا الشباب كثير من الاحداث رح نشوفها مع بعض يا اساطير، مثل عندنا هون احداث شباب القرد هون عندهم بنعرفه، تمام؟ لنشوف شو رح ندخل نجيب هذا السيرفر شباب، شو الاشياء الموجوده شباب. طبعا شباب في متجر تخفيضات كمان هون عندهم كمان يا اساطير نزل اليوم مثل ما انتم شايفين حبايبنا. عندنا هون بطاقات وما بطاقات وسكنات ويعني كثير اشياء حلوه باللوز اللوز. اوكي يا اساطير لايك اليوم رح نشوف شباب. مرات تعرفوني على البث مباشر بدخل على السيف اوروبي يعني مرات ومرات، فهمتوا علي كيف؟ ليك شباب يعني حسابي هذا شاب لازم اطور فيه شوي شوي عشان لما ندخل معلم ندخل نلعب معكم تيم كود ولا شباب سيف اوروبي لوز اللوز. اوكي شباب خلينا نشوف شو راح ناخذ الان. ندخل على الركي معلم، وفي سكين ثاني شباب راح فرجيكم هذا السكين شباب يا لطيف، اقسم بالله شباب هذا السكين عن جد يعني شيء اسطوري شاب، يعني ما بعرف لا يعني ما بعرف كيف بدي افرجيكم اياه يعني، ما بعرف كيف راح نعمل نشوف لازم هذا السكين شاب عن جد شيء مرتب نحاول نحصل عليه، تمام؟ والله شباب نبلش بهذا السكين روح معنا. شو ما بعرف شو عم يسمع بكتب فاير، اول مره بشوف هيك احداث شباب، اول مره باشياء غريبه عجيبه معلم. ايه طمانة شو ها تتبش فاير كل طرقه معلم بتضرب معلم شو ها يعني كل شوي يا اخي ما تونا عم نعمل سكيب معلم نعمل فاير. اوكي حصلنا عليها فاير، حصلنا على بطاقات. اوكي فاير شو ها فانسي هاند فانسي هاند. اوكي حصلنا على شو اسمه جولدن ماجازين، والله شباب ما يفهم شيء بهذا الحدث بس معلم عم حصلنا على كثير اشياء. سياره وما سياره، قول لي لا بنحصل على السياره ولك عاجب ما السياره والسكين. لا والله شباب هذا السكين لازم افرجيكم يا شباب الصراحه، شباب هذا السكين يعني لازم تشوفوا شكله معلم. ايه طمانه حبيبي والله تعال هون. لا مستحيل زنجبيل مستطيل معلم، اتفرجوا لي شباب اتفرجوا هذا السكين، يعني عن جد ما في يعني عن جد يعني ما اعرف شو بداخلكم. طاقيه معلم اسود شي باللوز، تمام؟ شوفوا الشعرات شباب يعني عن جد يعني حتى هذا الوشاح يعني والجسم، لا الجسم شباب شي مرتب. لسه شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي البنطال يا اساطير، عن جد البنطال شي كمان حلو حبايبنا، حتى الحذاء يعني عن جد سكين اسطوري يا اساطير. رح ندخل نجربه شباب شيء اكيد، لان رح ندخل نروح على الفيكتور شباب. رح نكمل اول شيء شوف الاحداث الموجوده شباب، ما رح يعني حبيبي والله شوفوا الاحداث عندهم كمان. والله شاف في احداث حلوه يعني مثل ما انتم شايفين يا اساطير، سكنات باللوز وندخل على الاحداث هون معلم حبيبي والله. هون شوفي كمان اوه عندي شحنه وقت ثلج بتجيبها التوب اب عليهم عندهم هالثلج حبيبي والله، ثلج باللوز يعني مرتبه لوز اللوز معلم. اوكي شباب هون شباب في عندهم السكين هذا الراجع شباب، هذا السكين القديم تبع الباسكت بول صراحه شيء مرتب معلم. ايه طمان ولوز اللوز. عندنا هون شباب سكين ثاني شباب والله الصراحه يعني ما اشبه شيء مرتب شيء لوز اللوز. هون عندنا هالسكين حبايبنا السكين الدانك معلم. هلا شباب راح نحاول نجيب الفيكتور هذا، تمام؟ اوكي يا اساطير خلينا نشيل ال شو نشيل معلم هون في هون شو السكين هذا هو تبع اللي خلينا نشيل هدول معلم. اوكي حبايبنا نعمل نشيل الوضع بس قبل ما نبلش بالفيكتور شباب خلينا نعمل سبين. يلا كمل الفيكتور معلم يلا روح. والله الصراحه شباب هذا الفيكتور يعني عن جد باين عليه اسطوري، بتعرفوا ليش؟ لانه فيه الدمج والمدى وحتى يعني شكله مميز كثير يعني، فهمتوا علي كيف؟ يلا يا زلمه اطلع لنا يا زلمه، ما راح ما يطلع ما بعرف راح يطول من الاخر السبين معلم حبيبي والله. بعرف المنطرين مشحن كمان بيض معلم بيض. خلينا نشحن جوال يا ساتير عشان يكون الامر لوز معلم. ايه تمانو تعال هون
يلا هاي شحننا شباب جواهر، ألف جوهرة نشوف حظنا. ليتس جو. حلو، هيك شحننا ألف جوهرة شباب، شوف الوضع. الزلمة دخيل الله. بقولك إيب لا، ما طلع لنا شباب، والله ما بده يطلع. أوكي لازم نشحن كمان شباب. أوكي شو كم بقينا جواهر معلم؟ خمسة، أوه 600 وال حبيبي والله، طولوا بالكم. أوكي شباب شحننا الجوهر حبيبي، بعرف تعرفوا حظنا يعني بيض معلم، خلينا نشوف طال يطلع لنا إياه معلم. بيض معلم ما طلعنا يا زلمه، يا شو هيك؟ يلا يا شباب اخر لفه حبايبنا، ليتس جو حبيبي والله. تعال نجرب هذا الفيكتوري يا شباب الحلوين. والله شباب الصراحه هذا الفيكتوري يعني الشيء اللي جذبني انه يعني نجيبه شباب، الشكل معلم، الشكل يعني شيء مرتب كثير. اوكي شباب الان رح ندخل شو نعمل شباب بالنسبه للمتجر تخفيضات هذا شباب. بالنسبه لهذا المتجر خلينا ندخل شوف في ما في معلم، ندخل على المتجر هالمره يا شباب. ما شباب فيو سكنات، سكنات المعروفة يعني بنعرفها نازل راجع نازل عندهم. اوكي مثل كل متجر تخفيضات عن جد صراحة شيء حلو، بس بالاغلب هيك متجر تخفيضات شباب ما فيه ال 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 الفاير باس اعتقد، لا ما فيه. اوكي خلينا نعمل ريفرش شباب، تمام ريفرش هون معلم، شوف شو في اشياء ثانية. اوكي عندنا هون سكنات ثانية شباب، رومات وما رومات، يعني سكنات العادية. متجر تخفيضات حلو شباب، فيه بطاقات طبعا مثل دائما، ما راح ندخل يعني ما راح يعني نجيب البطاقات شباب لأنه الشيء موجود هون. الام بي 5 يعني ما اعرف شباب نزل الام بي 5 ما اعرف. اوكي اسطير نزلت لكم عليه مقطع. اوكي احبابي الان شباب راح ندخل نجرب هذا السكن، نشوف شكله بالتدريب تمام. إيه كمان والله شباب الصراحة يعني سكن مش مرتب. الموجودات السكنات موجودات بالمتجر التخفيضات عندي هون بالحساب شباب. تعال تشوف حبيبي والله. اوكي شباب والله معلم عن جد سكين مرتب مرتب على الاخير شباب، يعني الصراحه شباب يعني نو كومنت معلم. خلينا ندخل نجربه شباب، نجرب نجيب الدبل فيكتور. ياب ياب نجيب الدبل فيكتور. وين الفيكتور معلم؟ هات لا شوف معلم، تعال هون ثواني معلم. لا وين لك؟ لا لك نسينا نحط يا زلمه، نسينا نحطه شباب للفيكتور معلم. ماي سيريتش والله شباب نسينا يا زلمه، كنت متحمس لاجيب السكين. جربه تعال هون، نروح على الارموري معلم شوي هيك. اس ام جي الفيكتور. اوكي اللوز تفرجوا على الوش، تفرج يا زلمه تفرج. والله شاب شي باللوز اقسم بالله، شوف الشكل. ثواني شوي شو راح يعمل هلا؟ روح شوف الافكت تبعيته، عجب في افكت ولا ما في افكت؟ الظاهر ما في حبايبنا. اوكي طولوا بالكم، خلينا نرجع تدريب يا اساطير. ها ليكو الافكت تبعه والله مرتب، يعمل ليك معلم شيء مرتب صراحه. افكت باللوز ازرق واحمر يعني اوكي لما نشيله اول. انا حبيت اتاكد شباب لما اول السلاح بيكون احمر ولا شلون حبيبي والله. طولوا بالكم شباب نشوف ال ال الوضع. طبعا فيه مدى شباب مثل ما قلت لكم موجود، كان فيه مدى حبيبي والله. اوكي اوكي يا ساتير بالنسبة لفيكتور هذا الشباب فيه بس المثبت تمام. خلينا ناخذ الثاني والله شباب، يعني الصراحة شباب الدبل فيكتور سلاح يعني من السلاحات يعني الاسطورية معلم، فهمت علي كيف؟ سو شباب خلينا نحط شو اسمها هاي هون، بحبب هالشيء الواحد رجع الازرق باللوز. اوكي شباب خلينا نحط شيء بالفيكتور الثاني معلم، ليوز اللوز ونحط له البوني هاي معلم، شيء مرتب حلو. يلا والسكين شباب مع السكين يا زلمه شيء اسطوري اسطوري اسطوري. خلينا نجرب بس السكينيك شباب، تعال شوف والله يعني كضرب معلم فيه مدى شباب، فيه مدى والله المدى تبعه حلو كمان، فيه واحد دمج واثنين من المدى شباب يعني والله باللوز. طبعا بستعمل واحد انا فقط شباب هلا حد الان مثل ما انتم شايفين والله يا زلمه السكين يا زلمه شيء اسطوري والله. والله شباب متحمس كثير ينزل شباب، متحمس كثير جميل السكين عندنا بالسفر منه 13 20 والله شيء مرتب. انا وقفت الضرب بس حبيت اشوف من بعيد والله لغز. اوكي خلينا نجرب اثنين شباب، نجرب الاثنين يا اساطير الاثنين لنشوف حبايبنا. 15 10 واو شو هيك معلم والله معلم مي وط مي يعني يا زلمه دمج 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 شيء باللوز. طول بالك شو بده هذا يا زلمه، تقدر يا زلمه يا زلمه والله عرفت انه راح يعني يقدر يا وسخ. طولي بالك تعال جيب هون معلم 25 12 92 شباب، هيد شوت 92 شباب شفتوا معي؟ صراحه شيء باللوس صراحه شيء باللوس، يعني 20 ضرب 20 12 يا زلمه
يا زلمه طول بالك، هنجيب الاثنين معلم. تعالوا تعال 50 بالهيد معلم تقريبا بالوسط، يعني في الوسط نجرب من بعيد لنشوف. فضع من هذا شو يا محضر بالمرة يا محضر. عشان نجرب الثلج معلم، الثلج كمان مش هنا الثلج. هي لا قنبلة عندي ولا شو؟ قنبلة يا زلمة. ابلع 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 يا زلمة جابني والله. دمجته ولا لا؟ ما دمج دمج لا والله دمج. ثواني شوي يا شباب. تمام معلم جرب من المتوسط. يعني بين التوسط معلم وحبيبي والله، يعني التوسط معلم مو هذا الشيء اللي منتظره كنا. ثواني شوي خلينا نشوف. انا اشوف المتوسط التوسط يعني 20 12 يعني من بعيد هذا لا شو. لازم عن جد من قرب يعني مدى حلو يعني 2 بالمدى المدى المطلوب شباب يعني هون هيك يعني. ابلع 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 ابلع. طيارة معلم طيارة رشاش يا زلمة، هذا مو سلاح رشاش يا زلمة رشاش. بعد معلم والله معلم شيب السلاح شباب، تدخل بين سكوادين معلم بلش سكوادين معلم والله شيب اللوز شيب اللوز. اوكي يا ساتير حبيبي خلينا نطلع نشوف الشباب نتاكد يعني شو راح نفرجيكم كمان اشياء يعني. طبعا هل السكين شباب راح ينزل يعني عندنا بالسيرفر مينا يعني عن قريب؟ اوكي هو طبعا بالفيكتور تمام. شو في كمان عندنا معلم؟ هذا السكين شباب راح ينزل اكيد بالدايموند رويال عندنا الشباب عن قريب كمان. راح يعني اول ما ينزل يبين على السكين معلم شيء اسطوري معلم، اول ما ينزل الشباب راح نجيبه بالسيرفر مينا ان شاء الله. وهذا هو يا اساطير اعتقد هيك شفنا اكثر الاشياء بصراحه شيء مرتب. اوكي ايجل لوز يب يب. هو عندنا اوه شو هذا سي 80 سلاح ال هذا اول سكين له حبيبي والله، اول سكين لهذا السلاح شباب والله. ندخل نجربه شباب ليتس جو، يلا ندخل نجرب معلم. لا نجرب معلش نجرب شو ها شو ها شو هالحاجه تبع اوكي انا بس بدنا نجرب 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 شباب. فيه الطلق والدقه يمكن اعتقد سوى شيء شرسته اللعبه شباب متاكد من دائما بتخربط بهذا المعلم. اوكي شباب هذول السكيلات الموجودات بالسيرفر بالسيرفر المتجر التخفيضات تبعهم. اوكي هذول شفناهم كمان، هي شفناهم لوز، هذا راح ندخل نشوف هاي كمان معلم حبيبي والله. بس ثواني شباب قبل ما نسكر كل شيء في هالحقيبه شباب، هالحقيبه شباب والله بتذكرني بشيء صراحة. الحقيبة بتذكرني بشيشة بس، ولكن مشكلتها شباب هذا شايف المسافة هي لو كانت مصغر يعني يعني جاي ملزقة بالظهر والله كانت تطلع اسطورية. بس يلا ما عشان اوكي شباب خلينا ندخل نشوف على السلاح الاس الجديد هذا شباب سي 80. والله سكنات يعني ما توقعت يكون فيها شباب. سكن المايك بالغلط، ندخل على المتجر معلم. هات نشوف هذا هذا هو السكين. اوكي كم توكن عندنا من هذا معلم؟ عندنا شي زيك 2 تمام. اوكي خلينا نعمل نشتري كمان معلم حقيبة. اوكي صار معنا 4 خلينا نستبدله شاب يعني مشان نجربه يعني. ندخل نجرب لكم اياه ساتين نعمل تزويد. اوكي اعتقد انه ما في لحد الان سكين للاس سي 80 لحد الان شباب، بس خلينا ندخل نجرب نتاكد من الصناديق هذول اللي عندهم. والله الظاهر انه ما في شباب، خلينا ندخل نجرب. اوكي بالنسبه للسلاح شوف الخاصيات تبعيته الاس سي بندقيه، هذا هو بندقيه شباب اس سي 80 مخزن ذخيره، الدقة تعبانة فيها شوي بس ولكن في اختراض. يلا ما تعالوا نجرب شباب، خلينا ندخل نجرب. تعالوا نجرب يا اساطير افرجيكم شو وضعه معلم هذا السكين حبيبي والله. اوكي هاتوا نشوف الاس 80 يا جميل. اوكي عندنا هون يا شباب فيو عندنا هون فيو الوقف شوي والله ما توقعت شباب ما توقعت المخفى انه في او هذا ابو يعني بالنسبه لي يعني هذا السلاح من السلاحات يعني قويه كثير شباب، فهمت علي كيف؟ بس ولكن بتعرفوا شباب خاصيته انه كل ما تضرب طلقه بدمج يعني بدمج يعني مع الوقت، فهمتوا علي كيف شباب؟ هلا فرجيكم. اوكي 11 طلقه شباب، ندخل نجرب شو وضعه معلم. صراحه يعني ما بستخدم كثير السلاح يعني كثير. اوكي بدنا نشوف معلم شو وضعه. فيه اختلاف درع معلم 50 شوفوا يا لطيف والله شيء معلم شيء باللوز. بس ولكن كشكل الدقة تبعيته الشباب مثل ما شفتوا يعني تعبانة 62
62 شفت ضرب 5 بعدين كل طلقه بتزداد يعني فهمت عليك بس لكن فيه اختراق الدروع يعني اتس اوكي okay. ده في شباب الدقه تبعته زباله بس ولكن فيه اختراق الدروع اوكي اوكي 62 و بس ولكن الهيد معلم من الواد يا لطيف شي شي باللوز شارك لسان الحيوان ووو رقم لا 100 مدري شو اوكي شباب خلاص هيك شفنا كل الاشياء شباب حابين افرجيكم اياها يعني ما توقعت انه يطول مقطع لحد الان يا اساطير سو ليديز اند جنتلمان اعزائنا الكرام هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا حبايبنا ان شاء الله عجبكم المقطع الصراحه شباب يعني راح ينزل اشياء باللوز اللوز تمام كثير متحمس لينزل هذا السكين اهم شيء شباب هذا السكين يعني عن جد شيء مرتب كثير كثير يعني شيء لوز اكيد اكيد راح ينزل الايام الجاي اوكي يا اساطير سو ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم يا اساطير لا تنسونا باللايكات والشيرات الله يسعدكم وتابعونا المسويات على البث المباشر على الفيسبوك شباب راح يكون في توزيع كودات جواهر حبايبنا اهلا وسهلا تعالوا اوكي يا اساطير نشوفكم على خير سلام عليكم.